اهلا 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 وسهلا بحضراتكم. بقى الزياره الهنديه دي زياره اهم بكتير مما تبدو، ولنا في ذلك حديث. وممكن نتكلم شويه برضو عن الاقتصاد الياباني كده، يعني شويه بس عشان اعرف اخد وقتي في الحديث عن الزياره الهنديه وعن الاقتصاد الياباني وبعض التفاصيل عن الاقتصاد الياباني. وساعتها هقول لك ليه عايز الاول اخد خبر شديد الاهميه، وهو الكشف عن أول مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني في شرق الأقصر. وآثرت أن أنا أبدأ بسرعة بهذا الخبر لأنه ضيفنا العزيز يعني اللي احنا هنكلمه على الهاتف، وفي الحالة دي بالمناسبة هو دكتور مصطفى وزيري، راجل بيصحى تقريبا الساعة 3 الصبح 4 بيصحى مش بينام علشان يبدأ عمل. وزي ما انتم عارفين دكتور مصطفى وزيري بيشتغل بإيده، يعني أظن انتم شفتوا أكتر من يمكن مقطع مصور قبل كده للكشوفات الأثرية اللي بنقوم بيها واللي بتقوم بيها تحديدا البعثات المصرية. تاني تحديدا البعثات المصرية، تلاقي دكتور مصطفى هو اللي داخل جوه الأنفاق وجوه المقبرة وجوه الحاجات اللي زي كده. طيب لاحظ انه خلال الفترة اللي فاتت دي الكام سنة تحديدا اغلب ما تم كشفه، انما الاغلب الاعم يجي 95% بس دكتور مصطفى هيصححني، بتقوم بيها بعثاتنا المصريه. دكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للاثار واحد اهم علماء الايجيبتولوجي، اهلا بك يا دكتور. مساء الخير يا استاذ يوسف، ومساء الخير للساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم. مساء الفل. انا كنت بقول هبدا اول حاجه بدكتور مصطفى لان دكتور مصطفى بيصحى تقريبا 3 الصبح، مش بينام 3 الصبح، ده بيصحى من قبل الفجر لانه بيبدا مهام عمله كده. فخليني الاول هسال الاول اقول لك مبروك على هذا الكشف الرائع، المدينه الكامله اللي موجوده في شرق الاقصر وهي تعود الى العصر الروماني. والسؤال يا دكتور، اولا اهميه هذا الكشف، اتنين برضو بعثة مصرية يا دكتور؟ طيب نبدأ بالإجابة بتاعت السؤال الثاني. ماشي. الحمد لله على مدار الخمس سنوات الماضية البعثات المصرية زي ما حضرتك تفضلت وقلت كان لها السبق وكان لها اليد العليا في كل، مش بس الاكتشافات وأعمال الترميمات اللي قدرت تبهر العالم، وأعمال إزالة الاتساخات والتكلسات وظهور نقوش وألوان لأول مرة كلها تمت بأيادي مصرية. ترميم المسلات بأيادي مصرية، التماثيل بأيادي مصرية، إزالة التكلسات واتساخات وظهور نقوش وألوان في جميع معابد مصر بأيادي مصرية، وخمسين بعثة أثرية مصرية على مستوى الجمهورية قدرت تعمل اكتشافات تبهر العالم وتاخد نمره واحد على مستوى العالم في كم الاكتشافات الاثريه، بالرغم من وجود 250 بعثه اجنبيه من 25 دوله، الا ان البعثات المصريه كانت لها يعني التفوق على جميع البعثات الاجنبيه ولله الحمد. طب اشمعنى ليه؟ اشمعنى ليه؟ سؤال حلو جدا. ماشي شكرا. هنبدأ الإجابة. قولي. الحمد لله قدرنا ندي الثقة للمرمم المصري والأثري المصري إن هو يقدر يرمم ويقدر يكتشف، وعنده الملكة وعنده الخبرة وعنده الحنكة وعنده المعرفة إنه يعتمد عليه. فالحمد لله بدأناها ببضع بعثات، 3 7 10 ثم 20 ثم 40 ثم 50، فاحنا شفنا كم النتائج إيجابية بشكل غير عادي، وكلها تدرس عالميا في طريقة الحفاير وطريقة الاكتشافات وطريقة الترميمات، كلهم تدربوا فخدوا حاجة اسمها مدارس الترميم ومدارس الحفاير، وقدروا يتفوقوا على نفسهم كلهم المصريين الحقيقة، وقدروا يعملوا شغل هايل جدا جدا جدا. الكلام ده مش بس اللي في الأقصر ولا في أسوان ولا في سقارة ولا في الغريفة ولا في أبيدوس ولا لا، ده على مستوى الجمهورية ولله الحمد. طب دي حاجة محترمة. نرجع للكشف بتاع النهاردة بالظبط بقى. قول لي أستاذ يوسف، شرق الأقصر
من المعروف انه في معابد الكرنك ومعبد الاقصر ويصل ما بينهم طريق الكباش. قدام معبد الاقصر كان في بيت اسمه ياس اندراوس، البيت ده له 70 80 حاجه كده سنه. المهم الحمد لله من سنتين محافظه الاقصر لها كل الشكر قامت بازاله هذا المنزل. استغلينا الفرصه لانه عارفين انه في تحته امتداد لمدينه طيبه القديمه، وبدانا اعمال الحفائر. بدات ظهور مدينه سكنيه ثم ورشه زجاج بترجع للفتره القديمه المصريه القديمه ثم كان الموسم الاولاني. استؤنف العمل في الموسم الثاني اللي بدأناه في 1/9/22، بنتكلم على 4 شهور تقريبا، 5 شهور لغايه النهارده. تم الكشف عن 1 ابراج حمام من اروع ما يكون، برجين، 1 القاعده بتاعته 8 متر في 13، ونفس الطريقه اللي بنستخدمها احنا، الفخار والحمام اللي يتحط جواها ويتقفل عليه بالطين وما يسمى بالجالوس. ثم لقينا مواقد لإشعال النيران ولفهر المعادن، ولقينا ورشة، بقايا ورشة لفهر المعدن سواء البرونز أو النحاس. ثم لقينا زمزميات زي أطفالنا اللي بيروحوا المدارس وبياخدوها معاهم بإيدين كده صغيرة جميلة، واحد يمين واحد شمال، بس معمولة من الفخار. لقينا مصاحن، ولقينا قواعد لطرق المعادن. المهم ان هو ده كشف هايل. لقينا بقايا قمح وعدس وفول في المدينة السكنية. المدينة السكنية دي امتداد لمدينة طيبة، مدينة سكنية هايلة متكاملة فعلا. الحفائر ما زالت مستمرة، كل ما بنتحرك جنوبا وغربا بتمشي معانا المباني السكنية. طب أهمية الكشف ده إيه؟ أيوة، لو بصينا لقينا كل سائحي السياحة الثقافية يزور معبد الكرنك، معبد الأقصر، مقابر وادي الملوك، حتشبسوت، الملكات، مقابر نبلاء، الأشراف، فبيتكلموا على إما معابد دينية أو معابد جنائزية أو مقابر. عايزين يتعرفوا كيف عاش مصر القديم، أوضة النوم بتاعته، المطبخ، الأكل اللي كان بياكله، حياتهم اليومية كان شكلها إزاي، الحمامات الرومانية الملحقة بالمدينة السكنية شكلها إزاي، بأرضها الفسيفساء، بالمنظر الدولفينز الجميل. لا ده فعلا 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 حاجة رائعة جدا، ولكنها لم تتوقف حتى الآن. الحفائر مستمرة، لأنه واضح إن المدينة دي كمان مدينة كبيرة وليها أساسات تانية. يعني مدينة بترجع القرن الثاني والثالث الميلادي، دي قائمة كمان على مدينة طيبة اللي هي بترجع إلى الدولة الحديثة ومثل العصور المتأخرة. فالحفائر الحمد لله كبعثة مصرية هايل جدا 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 هذا الاكتشاف، ولله الحمد. إذن فلولا إزالة قصر أندراوس ما كنا شفنا هذه المدينة. الحقيقة هي ظهرت مباني لما كان البيت ده مبني من شقين، 2 قصر. واحد كان أزيل تماما في 2007 أيام الوزير المحافظ الأسبق الدكتور سمير فرج، وبدأنا ساعتها حفائر، وظهرت بداية أسوار طبلابن، لكن الشكل العام لم يكتمل المنظر العام والشكل العام إلا بعد إزالة هذا المنزل. فعرفنا نكمل حفائرنا ونعرف ايه اللي موجود، ودي امتداد فعلا لمدينه طيبه القديمه. انا مش عايز اطول وعايز حضرتك تنام بدري قدر الامكان، بس انا فاضل لي سؤال يعني متعلق باهتماماتي انا. الكشوفات الاثريه بتاعتنا بقى وبعثتنا، هل شغاله في سواحلنا على البحر المتوسط يا دكتور، سواء اذا كان شرقا او غربا، شرق الدلتا او غربها؟ احنا شغالين في الدلتا، عندنا بعثات، عندنا في كوم الخلجان، عندنا في المنوفية، عندنا في الدقهلية، عندنا في كل حتة. طب لو اتكلمنا عن البحر، أيوة. طبعا ده احنا عندنا بعثة في منتهى الأهمية، والحمد لله الحمد لله ليها سنة وشوية بعثة مصرية للآثار الغارقة، بعد أن كانت حكرا على الأجانب لفترة تعدت يمكن 20 و30 سنة. لا دلوقتي عندنا الحمد لله غطاسين مصريين، عندنا أثريين مصريين بيعملوا حفاير في الآثار الغارقة، و
والحمد لله بداية الاكتشافات بداية مبشرة بالنسبة لهم، مش بس في البحر المتوسط، لا ده كمان شغالين في البحر الأحمر وبيعملوا حفاير وبيغطسوا وفي حطام سفن و الحمد لله بدايات كلها مبشرة، لسه بادئين قريب، لكن احنا مش سايبين حتة فيك يا مصر إلا بنعمل فيها حفاير، والحمد لله كانت تاني بعثات مصرية. حسنا بصراحة مشغول بالقصة دي ليه؟ لأن أنا قعدت قلت طب إحنا طول عمرنا ونحن نعلم تاريخيا إن إحنا في عندنا بطلمة وعندنا رومان وعندنا طبعا حضارتنا المصرية القديمة، ده بخلاف بقى الحضارة يعني الآثار القبطية والإسلامية وهكذا، حدث ولا حرج. إنه نفسي الناس لما تيجي عندنا في سواحل المتوسط أو الأحمر ما تمارسش بس سياحة الترفيه والشواطئ أو الغطس العادي، كده ممكن يبقى في غطس ثقافي كمان، يعني يغطس عشان يتفرج على آثار ولا إيه؟ لائحة المجلس الأعلى للآثار فيها لمن يرغب بالاشتراك كيغطس مع الغطاسين بتوعنا الأثريين، يغطس يبص على بقايا الآثار اللي موجودة تحت المية. فعلا عند حضرتك حق تماما انه دي سياحة معينة، سياحة مش بس دايف عشان يشوف شعب مرجانية وكائنات المرجان والشعب المرجانية والى اخره، لا ده كمان احنا عندنا ادارة الاثار الغارقة اللي موجودة في اسكندرية والقائمين عليها هي ممتازين الحقيقة، بينزلوا لاعماق متدربين تماما، فبيصطحبوا بعض السائحين لمن يرغب في السياحة الثقافية بالنسبة للغارقة للآثار الغارقة. ده فعلا عند حضرتك حق، واحنا ده اللي احنا بنعمله في البحر الأحمر وفي البحر المتوسط. ألف 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 مبروك أولا، وألف شكر على هذا الجهد العظيم اللي مبذول من خلال بعثاتنا المصرية في الكشف عن حضارتنا القديمة، وشكرا على المكالمة يا دكتور، ألف ألف شكر. شكرا ليك يا دكتور مصطفى، كل الشكر دكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. كده بقى أروح الفاصل علشان نقعد ندردش حبتين بالراحة باستفاضة، نتكلم على حاجتين مهمين زي ما كنت بقولك، زيارة فخامة الرئيس للهند، ونتكلم حبة على الاقتصاد الياباني. مش احنا دايما نقعد نقول كوكب اليابان، الاقتصاد الياباني، قلعة الصناعة اليابانية، لازم نتكلم عن الناس دول ونشوف بيعملوا ايه ولا إيه؟ فاصل ونكمل الكلام. اهلا 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 بحضراتكم، عارفين ايه عاملين ايه، ايه اخباركم، كله تمام؟ يا رب تكون كله تمام. تابعتوا زيارة فخامة الرئيس النهاردة للهند؟ أعتقد أن هناك الكثير من الدلالات، أعتقد أن هناك الكثير أيضا من النتائج اللي هتسفر عنها هذه الزيارة بعد مجموعة من الزيارات المتبادلة ما بين رجال الدولة بالهند ورجال الدولة بمصر، فضلا عن العلاقات التاريخية الكبيرة شديدة التميز، شديدة التميز بالمعنى الحرفي. انت عندك علاقات ثقافية بالهند قديمة جدا؟ عندك علاقات تاريخية بالهند حتى من ايام العهد الملكي المصري؟ عندك علاقات متميزة جدا بدأت مع الهند في تميزها الشديد بقى في وقت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر؟ طبعا، يعني احنا عندنا ناصر ونهرو وتيتو الثلاثي العظيم يعني. طيب، هل انقطعت العلاقات؟ لا. هل أحيانا كانت تعاني من توترات؟ الحمد لله لا. طب هل كان فيها بعض الهدوء؟ أحيانا كان بيحصل، لكن على ما يبدو إن خلال بضع سنوات ماضية وكما استطاعت مصر استعادة إفريقيا فإنها استعادت الهند. ده معناه إيه؟ مش يوسف اللي يقول، يقول الكلام ده الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ يوسف، وحشني يا دكتور قد الدنيا. ربنا يخلي حضرتك يا رب، منور الدنيا كلها. اتفضل. أفدنا في ذلك بما أوتيت من العلم. الهند، مصر الهند،
هو بالتأكيد طبعا زيارة السيد الرئيس زيارة مهمة، وزيارة طبعا لها اعتبارات خاصة في توقيت له ودلالته، من حيث طبعا يعني حالة السيولة في النظام الدولي، وجزء منه مرتبط بالبعد التاريخي في العلاقة. في حفاوة طبعا كبيرة باستقبال السيد الرئيس، ربما لاعتبارات تاريخية، وربما لما يرى القادة الهنود الآن بالنسبة للتعامل مع مصر. طبعا 75 عام عنوان كبير قوي لتأسيس وتدشين العلاقات المصرية الهندية، وبالتالي يعني هذه مناسبة يحتفل بها الجانب الهندي، وتوجيه الدعوة للسيد الرئيس ليكون ضيف شرف هذه الاحتفال للجمهورية الهندية. أعتقد أنه دي رسالة مهمة جدا أن مصر في منظور القادة في الهند أنها دولة مركزية ودولة محورية يعني بتدشن معها علاقات مهمة. إحنا حضرتك أستاذ يوسف هذه الزيارة بتدشن للتأسيس الثاني للعلاقات. التأسيس الأول كان في مرحلة معينة مرتبطة بحركة عدم الانحياز وتطور التاريخ اللي حضرتك أشرت وكرمت بيه. اليوم هم يتحدثون عن التأسيس الثاني، التأسيس الثاني مع عهد الرئيس السيسي، ويروا أن مصر يعني دولة واعدة واقتصاد لديه إمكانيات وقدرات وبنيته الأساسية، فبالتالي هم يتحدثون عن فرص جيدة في مجالات الاقتصاد. الكلام مش عام وإنشائي، لكن هم محددين مجالات متعلقة بالهيدروجين الأخضر، إقامة استثمارات في العاصمة الجديدة في المنطقة الاقتصادية. فهناك حديث كبير حوالين كيف يمكن للهنود أن يستثمروا في مصر، وأن مصر بتفتح أفاق كبيرة معهم. طبعا إحنا في مجالات تعاون كبيرة ليس فقط مقتصرة على موضوع القمح أو استيراد القمح، إنما في طبعا مجالات تكنولوجية إحنا حريصين على الاستفادة بالخبرة والتجربة الهندية في انفتاح كبير مصري على الجانب الهندي. وأعتقد إنه الفترة القادمة ستشهد يعني نقلة نوعية ومفصلية. هما بيحطوا عناوين حضرتك أستاذ يوسف لهذه المجالات، المجالات الجديدة في الاقتصاد الأخضر، وبالتالي هم يسعوا إلى التعاون مع مصر في هذا المجال. وإحنا في تعاون بالمناسبة، تعاون تكنولوجي وتعاون علمي وأيضا تعاون عسكري واستراتيجي، يعني لدينا في هذا التوقيت مجموعة من الضباط والجنود مشاركين في تدريبات في الهند. فهناك تعاون كبير واحتفاء كبير بالدولة المصرية ممثلة في شخص السيد الرئيس. ويمكن احنا تابعنا الصحف النهاردة ووسائل الإعلام الهندية قبل الزيارة، هناك تأكيد انه مصر يمكن ان تقدم الكثير حضرتك أستاذ يوسف للهند، وهي زيارة لقارة وليس لدولة، لانه كما تعلم حضرتك احنا زرنا الهند، انا شخصيا زرت الهند حوالي 3 مرات، وشفنا التطور اللي حصل في الهند، وهم شايفين ان مصر هي اهم دولة محورية لها يعني مقاربات مختلفة، ويروا ما يسمونه عقيدة السيسي الذي نجح بمهارة في بناء سياسة خارجية جيدة ودوائر متعددة متشابكة ومتفاعلة. وبيسموا هذه العقيدة، انها هذه العقيدة القائمة على فكرة الندية في مجال العلاقات الدولية والإقليمية، وانه الرئيس نجح بمهارة في ان يحقق لمصر تواجدا في الخريطة العالمية. النهاردة الحديث عن قدرة المصريين على ايجاد مساحة كبيرة للعلاقة مع الجانب الهندي، جزء منه مرتبط بالأبعاد الثقافية، وجزء منه مرتبط بحضارة مشتركة، حضارة الشرق. وهم بيتكلموا أيضا على هذه العقيدة للسيد الرئيس مرتبطة بأمرين. الأمر الأول وهو المهم نحن نقوله، هو نجاح مصر في تحقيق المعادلة الصعبة في نظام دولي بيتشكل وبناء علاقات أكثر تشابكا وتفاعلا. والنقطة الثانية وهي الأهم في تقديرهم، إنه مصر لها تجارب نجحت بمهارة في مواجهة كثير من المعوقات والإشكاليات، وشايفين إنه هذا اقتصاد مصر اقتصاد واعد ولديها إمكانيات كبيرة لتحقيقه في ظل ما يجري طبعا في الإقليم. وإنه بناء السياسات كما يروا للدولة المصرية بيرتكز على أسس راسخة، وفي تقدير كبير جدا لما حققه المصريين خلال السنوات الأخيرة من إنجازات، وشايفين إنه مؤسسات الدولة الراسخة تقدر تبني تجربة جيدة، تجربة تنموية كبيرة. في إشادة أيضا لنجاح مصر في تنظيم مؤتمر المناخ، وإنه مصر عندها إمكانيات وقدرات كبيرة جدا، إن المصريين بيكتشفوا أنفسهم. اليوم أشادوا بهذا في
لحظات كتيرة، فأعتقد أن الزيارة هيكون لها نتائج إيجابية مهمة، وهتكون طبعا مؤشر قوي لما يعرف الاستدارة شرقا، لأنه إحنا اتجهنا كما ذكرت حضرتك في البداية أنه الاستدارة شرقا ليس مجرد زيارة إلى دولة كبيرة في نطاقها، وإنما هي استراتيجية وفلسفة نظام حكم يسترد مكان نفوذه في العالم، زي ما حضرتك قلت أفريقيا، آسيا، دول الكومنولث، هذه دوائر جديدة للسياسة الخارجية المصرية. نجحت مصر خلال الفترة الأخيرة في رسم دوائر يعني خارج النطاق التقليدي ليها، سواء كان دائرة شرق المتوسط، دائرة البحر الأحمر، الدائرة الخاصة بآسيا أو استراتيجية الاتجاه شرقا. فالاستدارة شرقا جزء من فلسفة مهمة جدا للانفتاح على هذه الدوائر لدول ليس لدينا معها أي عداء، بالعكس هناك موروثات ومعطيات مشتركة بيننا وبينهم. فأعتقد الزيارة هتكون لها نتائج إيجابية ومهمة لنا والاقتصاد الوطني المصري، وأيضا للجانب الهندي، لأن هم يروا مصر أنها أيضا نافذة مهمة ومدخل كبير للقارة الإفريقية وإلى العالم العربي، وإن احنا نقدر نقدم إمكانيات وقدرات كبيرة للهند في المرحلة المقبلة. طيب دكتور طارق، خليني هاخدها بقى واحدة واحدة، لأن أنا فرصة إن أنا يعني عرفنا إن احنا نتصل بحضرتك النهاردة. إنه ما يحدث ما بين روسيا وأوكرانيا، وكان من قبلها حتى الكورونا، كثير من المحللين في مصر وفي العالم، وأنا عارف كمان إن دكتور طارق لديه نفس وجهة النظر، بس عايز أتأكد منها، لن يعود العالم كما كان، والأحجام السياسية والاقتصادية لن تعود كما كانت في السابق، وشكل الشراكات اللي هتعقد ما بين الدول، مش هسميها تحالفات، برضو هتبقى شراكات جديدة، ولا يجب أن يظن الظان إن احنا مقبلين على ثنائية قطبية، ولكن على تعددية قطبية، والأقطاب فيها مش دول وإنما تحالفات كبرى. صح كده ولا أنا غلطان؟ صحيح، يعني حضرتك سألت وأجبت أستاذ يوسف. يعني ده لسه السؤال ما جاش. هو ما يجري الآن هو مرتبط بشراكات تفاعلية لعالم متعدد الأقطاب. نحن متجهون بقوة إلى هذا العالم متعدد الأقطاب، وبالتالي الدول بتحجز مكان متقدم في هذه الشراكات، وطبعا هنمر بمرحلة ترتيبات أمنية وسياسية واستراتيجية واقتصادية متمثلا في بناء شراكات في سواء على مستوى المنظمات التجمعات الاقتصادية الكبرى، عشان يكون لحضرتك تواجد فلازم تبقى في المنظمات الاقتصادية تتواجد فيها. القضية ليست مقتصرة على تنظيم هنا أو هناك، لكن احنا بنبني هذه الشراكات وفق المصالح العليا، ومصر نجحت ايضا خلال الفتره الماضيه بما لها من تواجد دولي وفي قلب خريطه التفاعلات الاقليميه والدوليه ان تحجز دور متقدم. يعني لابد ان نتحرك في هذا الاطار، ونجحت الدوله المصريه من خلال تخطيط سياسي واستراتيجي على اعلى مستوى بتشوف نتائجه النهارده وانت بتتكلم على الشراكات الدائمة والمستمرة. إقامة علاقات ندية حضرتك مع كل القوى هو اللي يفسر لحضرتك أنك يمكن أن تحجز مكان في هذه المرحلة، خصوصا أن احنا العالم يشهد حالة من السيولة ليست فقط في النظام الدولي حضرتك، إنما في كل بنية هذا النظام وفواعله الإقليمية والدولية. مصر بما لها من إمكانيات ومعطيات كبيرة تستطيع أن تحجز دور في هذه الترتيبات، وهذه الشراكات قائمة على فكرة المصالح المشتركة والفوائد المتبادلة. الحركة المصرية حركة بتتسم برشادة سياسية ومصداقية كبيرة للدور المصري. مصر دولة مهمة في نطاقها الإقليمي والدولي، وتستطيع أن تلعب دور مهم في استقرار البنية الخاصة بالنظام الإقليمي. وطبعا حضرتك متابعة الحركة المصرية سواء في الإقليم سواء كانت في القمم المتعددة، مشاركتنا وحضورنا ووضع ترتيبات لهذه الاستراتيجية المصرية يؤكد أننا يعني بنحجز مكان متقدم في كل ما يجري، ومؤمنين بأنه مصر لديها من المعطيات والركائز الحقيقية للتحرك في كافة المجالات، خصوصا في هذا التوقيت اللي كل القوى الإقليمية والدولية بتقوم بهذا الدور ومحاولة أن تطرح نفسها ووجودها. وبالتالي ده يفصل لحضرتك الحركة الرئاسية
الدبلوماسية الرئاسية بتتحرك في اتجاهات متعددة، أجهزة الدولة بتخطط على أعلى مستوى في دوائر السياسة الخارجية المصرية، سواء كان على مستوى التجمعات الاقتصادية اللي احنا التحقنا بيها مؤخرا واللي احنا بنخطط ان احنا نتواجد فيها، وان حضرتك بتتحرك في دوائر متشابكة ومتفاعلة حفاظا على مصالحنا العليا في هذا التوقيت، وهي مصالح مهمة للدولة المصرية وللشعب المصري في هذا التوقيت، وجزء منه هو مرتبط طبعا بحرصنا على ان نتواجد في قلب خريطة التفاعلات الاقليمية والدولية. طيب بحديث من طرف المذيع أكثر انفتاحا ووضوحا، هذه الزيارة إلى نيو دلهي متعلقة بانضمامنا لبنك التنمية الجديد ما بين قوسين بريكس، متعلقة بمفاوضات مع الاتحاد الأوراسي، متعلقة بمعاهدة شنغهاي، يعني هي كلها انعكاسات كما حدثت انعكاسات يعني يمكن قريبة المدى خلال الأيام اللي فاتت في العلاقات المالية النقدية الاقتصادية ما بين مصر وما بين روسيا. بالتأكيد روسيا والصين أيضا، يعني كل ما ذكرته حضرتك هو محل اهتمام ومحل طرح، والسيد الرئيس هيجالس عدد من رجال المال والأعمال وعدد من المسؤولين الكبار في الشركات الهندية والأسيوية، وإحنا طبعا بنبحث عن مصالحنا في هذا الإطار طبعا. في ظل نظام نقدي يتشكل بصرف النظر عن تعاملنا مع الجانب الآخر، لكن صح. مصر أيضا تتحرك في دوائر الصين ودوائر روسيا بما يحقق مصالحنا العليا. صحيح ان احنا حجم شراكتنا مع الطرف الاخر قويه وطبعا مستمره، لكن احنا بنبحث عن فرص لنا في هذا التوقيت، وحضرتك بتتكلم بلغه اقتصاديه مباشره مع مجموعه الاسيان، بتتكلم على التجمعات الاقتصاديه، بتتكلم على البنوك الاسيويه، في تحرك مصري متعدد في هذا الاتجاه، واعتقد انه هينجح لانه في ترحاب كبير بالدور المصري. يعني هناك طبعا زي ما قلت لحضرتك ادراك جيد لطبيعه التجربه المصريه، هم متابعين، الاسيويين متابعين ما يجري، سواء كان بالنسبه للهند او الصين او مجموعه الاسيان وايضا روسيا، واحنا بطبيعه الحال في اطار تنويع مصادر تحالفاتنا بنبني سياستنا سواء كانت الاقتصاديه او السياسيه على منطق الرشاد السياسي، وهذا هو منطق مهم للغايه بما لك من مصداقيه حقيقيه لسياده النائب في هذا الاطار. يعني مهم جدا ان انت تنوع مصادر تعاملك، تفتح افاق جديده للاقتصاد الوطني، تقدر تتكلم مع كافة التجمعات الاقتصادية والبنوك والمصارف الدولية. ليست الحركة المصرية تجاه الولايات المتحدة والغرب مع التقدير الكبير طبعا. لأن احنا موجودين وان احنا حجم شراكتنا مستمر ودائم، لكن مصالحنا العليا تفترض ان احنا بنتحرك بأذرع عديدة وبتخطيط جيد وبرؤية فيها استشرافة، وان احنا بنبحث عن أفضل الفرص لينا في هذا التوقيت، وده بيتم للأمانة بتخطيط جيد من مؤسسات الدولة على مختلف طبعا درجاتها وأهمية تحركها في هذا التوقيت. طب أنا هطول بسؤال كمان استحملني. فضل. إنه هل كان من الممكن أن مصر تدخل في مثل هذه الشراكات وتضم إلى هذه الاتفاقات زي ما ذكرنا أسيان، بريكس، شنغهاي، مفاوضات مع الاتحاد الأوراسي، بنوك التنمية الجديدة، البنوك الأسيوية الكبرى، لو لم تكن هناك ثقة في الاقتصاد المصري وفي قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من أثار الأزمتين الأخيرتين كورونا وروسيا أوكرانيا؟ هو بالتأكيد سيادة النائب، يعني هو تقييم هذه المؤسسات لا يتم طبعا بسهولة، ولا يعطي شهادات تقدير لي أو متابعة أو معاملة أو حتى آليات للتعامل. يعني هم بيخلقوا التولز أو الأدوات أو الآليات للتعامل، لديهم تقييم جيد لما يجري في مصر سواء كان بالنسبة لقدرة الاقتصاد المصري على التعافي وقدرته على التعامل وامتصاص ما يجري من أزمات وارتدادات دولية بالأساس شملت كل دول العالم، لكن ربما التركيز الرئيسي مع الاقتصاديات الواعدة. يعني النهاردة في وسائل الإعلام الهندية التركيز على أن مصر بالفعل من الاقتصاديات الواعدة، والقضية أنه التعافي هو مرتبط بطبيعة الحال بالإجراءات اللي بتتخذها الدول المختلفة،
إضافة طبعا لحالة الاستقرار السياسي والأمني. يعني هناك تأكيد بأنه البيئة الراهنة للدولة المصرية سواء في مجال استقرارها الأمني والسياسي هو أيضا يتيح لحضرتك فرصة جيدة للخارج للاستثمار في مصر والدخول برؤوس أموال والعمل في مصر في ظل بيئة وإقليم مضطرب. يعني احنا كما تعلم حضرتك وللأسف أن الإقليم يعاني من حالة من الاضطراب، هذه الدول بتبحث عن بيئة صحية آمنة تستطيع أن تعمل فيها. هناك ظروف ومتطلبات ربما طبعا مرتبطة بتحرك رؤوس الأموال وقدرة الاقتصادات الواعدة على جذب هذه رؤوس الأموال وتقديم بطبيعة الحال حزم تحفيزية مباشرة. لهذا السيد الرئيس بيبقى حريص في كل زياراته الخارجية أن يجالس رجال الأعمال وينقل جزء من الصورة، وبطبيعة الحال هم يعلمون جيدا يعني الصين والهنود والدول الآسيوية وكوريا طبعا الجنوبية وغيرها، طبعا لديهم إدراك جيد بما يجري في مصر، لكن بيرغبوا في الحصول على رسائل تطمينات من السيد الرئيس. يعني السيد الرئيس دائما ما يستثمر زياراته الخارجية لمحاولة لتسويق القدرة للاقتصاد المصري أنه قادر وأنه يتعافى، وهناك شهادات دولية بصرف النظر عما يتردد، لأنه بطبيعة الحال اقتصادنا واعي، اتخذنا إجراءات جيدة، ماضيين في حزمة الإصلاحات، فبالتالي أعتقد أن دي كلها فرص جيدة بيطرحها الاقتصاد الوطني المصري لجذب هذه الدول في الاستثمار في مصر. أشكرك جدا 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 يا دكتور طارق، حقيقي يعني أفدتني لدرجة غير طبيعية حقيقي كما جرت العادة. أشكرك جدا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. طيب تعالوا نروح نتكلم شوية عن ما يحدث في اليابان. يعني أظن إحنا حتى يا سيدي بالتعبير الدارجية، لا بس قبل اليابان أنا بس عايز أقول حاجة سريعة على موضوع الهند ده. موضوع الهند ده مش بس مهم، هو مهم إلى أبعد الحدود، وهنا لازم تبص عليه بنظرة وبزاوية، هي أنه لا في حد بيضرب الهند على إيدها ولا يعرف يضرب الهند على إيدها بالمناسبة، عشان بس نبقى متفقين. والهند ليست من الدول المانحة المقرضة بشكل عام، يعني مش معروفة في العالم بده. الهند بلد الشراكات الواضحة، وبالذات فيما بعد سبعينيات أو حتى منتصف ثمانينيات القرن العشرين. الذهنية والعقلية السياسية والاقتصادية الهندية اختلفت بشكل تقريبا كامل وبنسبة تقريبا 100%. كويس؟ يعني من بعد نهرو، من بعد انديرا جاندي، من بعد حتى راجيف جاندي يا سيدي، الدنيا اختلفت تماما عشان بس تبقى فاهم يعني. وطبيعة الأوزان والأثقال السياسية في الهند أصلا اختلفت بالكلية. علاقة أو العلاقات المصرية الهندية الحديثة خلال الكام سنة اللي فاتوا مبنية على هذه اللبنات أو على هذه الأحجار أو على هذه الأسس. ده الفاونديشن، الأساس، علاقات فيها مصلحة مشتركة ولازم تبقى كبيرة. انت بتتكلم على بلد تقريبا تعدادها حوالي 1,400,000,000، بتتكلم على بلد من اقوى 7 اقتصادات على مستوى العالم او من اكبر بمعنى ادق، قاعدة صناعية مهولة. هضرب لك امثال بسيطة من غير ذكر مثلا ماركات، في عربيات من اللي احنا ما نحلمش نركبها، دي اللي احنا بنشوفها في التلفزيون او نشوف الجماعة الاغنياء سايقينها في الشوارع، دي ملك شركات هندية مثلا، وبتتصنع او جزء من خطوط انتاجها بيتصنع هناك، وفي بعضها خط الانتاج بالكامل موجود هناك. ده مش بس كده، هناك الكثير من الاحجام الاستثمارية على مختلف القطاعات الاقتصادية الهندية عملاقة. نفس القصة الصين على سبيل المثال، بس أنا هرجعك على الهند. وبالتالي العلاقة اللي اتبنت أو اللي تأسست، العلاقة الحديثة اللي تأسست، مش بتكلم بك علاقة تاريخية، خلال السنين القليلة الماضية واللي بتتوج بالزيارات الأخيرة في 22-23، وركز معايا على كلمة بتتوج،
تؤدي بإذن ربنا سبحانه وتعالى إلى الكثير من المكاسب للبلدين. والهند مش هتيجي تحط استثمارات في دولة غير موثوق في اقتصادها، أو إن اقتصادها ضعيف، أو إنه اقتصادها متراجع، أو إنه غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، أو أنها غير مستقرة أمنياً، أو غير مستقرة سياسياً، أو إن اقتصادها تشوب شائبة خالص. لا الهند هتعمل كده، ولا الصين، ولا الألمان بالمناسبة اللي بيستثمروا عندنا برضو، إلخ إلخ إلخ. فيبقى التقدير هنا هو إنه ما نفكر بمخنا، ما تاخدناش الجلالة ونقول كلمتين لا احنا حملهم. انا بتكلم على البعض، يعني بعض يروح كاتب له كلمتين كده ولا يطلع له بتصريحين. لا انت حمل الكلمتين دول، لان انت مش حملهم، لان انت مش فاهم حجمهم ايه. لا، هو الاقتصاد المصري فعلا اقتصاد ماشي بالمظبوط، وبالمناسبة مش شايف نفسه اعظم حاجة في الدنيا، ولا احنا شايفين كده. احنا شايفين انه احنا طول الوقت في الحاجة الى المزيد والمزيد من الاصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري، لان احنا بدأنا ده عملية من 2016. يعني ما كناش محتاجين حد يلفت نظرنا، شايفين. يعني انا هنا بكلمك على 104 مليون مواطن، احنا كلنا في مصر. طيب، وانه دخول مصر زي ما بقول لك كده لبريكس او مفاوضات مع بنك التنميه، لا هي مش مفاوضات، هي خلصت، بنك التنميه الجديد، او معاهده شنغهاي الكبرى والعظمى بالمناسبه، او الاتحاد الاوراسي، ودي لسه مفاوضات وداخل حتى فيها بعض الدول العربيه الخليجيه، والبعض بات بين او قاب قوسين او ادنى من انه خلاص يمضوا هم كمان. الاتحادات الكبرى اللي من النوع ده، او التحالفات او الشراكات او التجمعات الاقتصاديه والمعاهدات الاقتصاديه اللي بالاحجام دي ما بتهزرش وما عندهاش مجامله. الاقتصاد لا يعرف المجامله، يعني الفلوس ما فيهاش هزار يا حبيبي على راي الافلام اياها دي. فده بس كده وجب التنويه. وتاني راجع كويس اللي حصل خلال الخمس ايام اللي فاتوا، اكتب مثلا ايه روسيا ومصر، العلاقات المصريه الروسيه، او السياسات النقديه المصريه الروسيه مثلا، هتجد رزمه اخبار كده. اقعد اقرا واسمع وافهم وحلل وميت فل و14. ولما نيجي نتكلم على ازمات اقتصاديه تعصف بالعالم، هي تعصف بالعالم، حتى ولو كان بالتعبير اياه اللي بنستخدمه هزار كده، يقول لك كوكب اليابان، باعتبار ان اليابان منعزله طول الوقت عن اي تداعيات دوليه. يمكن مع نهايه الحرب العالميه الثانيه بعد الهزيمه اليابانيه وقتها، فاليابان خدت قرار انها تبقى بمنأى عن القلق العالمي، وبنت قاعده صناعيه كانت بدات الحقيقه برضو تاسس لها من بدري، من نهايات القرن ال19 بدأ يحصل تغيير جوه البنية الرأسمالية اليابانية. لكن ايه هو الوضع الاقتصادي الياباني دلوقتي؟ يعني مثلا حضرتك تعرف اذا كانت اليابان مديونة ولا لا؟ طيب تعرف حجم، اذا كان في دين يعني اصلا، تعرف حجم الدين الياباني ايه؟ انا بقول لك ده ليه؟ عشان نفهم. يعني من كام يوم، امبارح وقبلها باسبوع، كنا اتكلمنا على مثلا المانيا، ولو عايزني اكلمك حتى عن الاقتصاد الفرنسي البريطاني اهلا وسهلا. وبالمناسبه وهجيب لك كلامهم هم بيقولوا ايه. طيب انت تعرف ان اليابان حجم ديونها 266% من حجم الموازنه؟ يعني قد الموازنه 266%، ده الدين. هتيجي تقولي انا جبت لك نسبة حتى مش رقم، عايز تعرف الرقم؟ 9.2 تريليون. ايه؟ لا 2.9، ايه 9.2؟ استنى يا عم اجيب لك الرقم بالملي، علشان احب في الحاجات دي الدقة، حتى لا يأخذ علينا حد ايا كان من هب او دب، او الواد التافه محمد ناصر حتى، ولا حتى اسيبك منه. 9.2 تريليون دولار، ده الدين العام، صح.
266% من الناتج المحلي الإجمالي، أنا آسف مش من حجم الموازنة، 266% من الناتج المحلي الإجمالي الياباني، 266% ديون. يا نهار أبيض، 9.2. طبعا أنت هتيجي تقول لي يا عم يوسف 9.2 ده جنب الاقتصاد الياباني، ده أكيد ولا حاجة يا ابني ولا حاجة. إيه بقول لك 266% من الناتج القومي الإجمالي، أنا جبت لك الرقم وجبت لك النسبة، أصل ممكن تبقى 9.2 تريليون وهم مثلا الناتج القومي بتاعهم 3 زيليون اللي هو 1000 تريليون بقى. ساعتها يبقى خلاص مش مشكلة يعني فكة. لكن ده 266% من الناتج القومي الإجمالي. طيب هو اليابان قادرة على الوفاء بالدين ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا. طب هل في تخوفات من عدم قدرة اليابان على الوفاء بالديون ولا لا؟ ده أصبح حديث دائر داخل اليابان، تتحدث فيه الصحف اليابانية، تتحدث فيه المؤسسات الدولية، تتحدث فيه حتى الصحف والوكالات الأوروبية. طب أنا هضرب لك مثل من أهل اليابان بل من رجال الدولة في اليابان، وزير المالية الياباني نفسه شونيتسي سوزوكي، وده بجد دور على الاسم، حذر من ايه بقى؟ من انه الوضع المالي للبلاد في اليابان اصبح غير مستقر وبشكل متزايد. مش بس غير مستقر وبشكل متزايد، يعني عدم الاستقرار عمال يزيد، هم قلقانين. انا واحد من الناس فعلا اللي عندي اعجاب شديد بالتجربة الاقتصادية اليابانية جدا جدا. ناس خرجت مهزومة من الحرب بنت نفسها بناء عظيم اقتصاديا، منتجاتها وبضايعها غرقت الدنيا. ايه الجمال ده؟ غرقت الدنيا، منتجاتها موجودة في كل مكان. طيب وزير المالية الياباني بيكمل وبيقول يا جماعة الأسواق أصبحت شديدة الصعوبة وأصبحنا بنحاول نختبر، الأسواق نفسها بقى تختبر قدرات البنك المركزي الياباني في إيه؟ يا ترى هيقدر يحافظ على أسعار الفايدة المنخفضة دي؟ يعني أسعار الفايدة في البنوك اليابانية منخفضة جدا جدا جدا، هل يا ترى هيقدر المركزي الياباني يحافظ على السعر المنخفض أو المتدني للفائدة علشان يعرف يوفي خدمات الديون، ولا هيبقى مضطر هو كمان يرفع أسعار الفايدة؟ دي تخوفات عند وزير المالية الياباني. تاني 9.2 تريليون، والتريليون 1000 مليار، 9.2 تريليون حجم الدين. يوسف ده رقم صغير قدام الاقتصاد الياباني. لا يا فندم، ده 266% من الناتج القومي الإجمالي في اليابان. طيب تعال نشوف بي بي سي تحديدا قايلين ايه. بي بي سي يوم 23 اول امبارح، يعني امبارح صح؟ امبارح، روبرت وينغفيلد هايز هو مراسل بي بي سي في طوكيو، بي بي سي عنوان المقال اللي كاتبه روبرت وينغفيلد هايز، اليابان، ده ترجمته العربية، اليابان كانت المستقبل لكنها عالقت في الماضي. لازم تقعد تقرا المقال المنشور على بي بي سي طبعا بطبيعه الحال 23 يناير 2023. اليابان كانت المستقبل ولكنها عالقت في الماضي. الراجل ده بالمناسبه روبرت وينغفيلد هايز موجود في اليابان من قبل أظن كان من سنة 90 أو 91، شيء من هذا القبيل، وكان يكتب طول الوقت مقارنات ما بين اليابان والصين وهونغ كونغ. وفي المقال الأخير عقد نفس ذات المقارنات اللي كان بيعقدها في 91 و92 و93 وما إلى ذلك، وقال لك كنا نعتبر أنا ذاك أنه هذه الدول وهذه الاقتصادات، ده بيتكلم على الصين وهونغ كونغ، أنهم أطفال بالمقارنة بالاقتصاد الياباني الناضج. كنا نعقد المقارنة بالشوارع في
في الصين التي تمتلئ بالموتوسيكلات والصخب بتاعها والعوادم اللي بتغلف المدن بخيام من الضباب، وكنا ننظر إلى طوكيو باعتبارها كذا، ويتغزل في طوكيو. النهاردة الراجل بيتغزل في الصين. اقرأ المقال تاني. روبرت وينغفيلد هايز، بي بي سي. حتى وزير المالية الياباني بيعلن تخوفاته. فاللي أنا عايز أقوله لك إيه يا مولانا عزيزي المواطن الفاضل المحترم، أزمة عالمية، عاصفة، إعصار يضرب اقتصادات العالم. كنا زمان نقعد يضرب لنا مثل كده لطيف واحنا اطفال على انه الاعاصير احيانا قادره على كسر الاشجار العملاقه، لكنها غير قادره على انها تقتل البراعم. براعم فيها مرونه ما تمكنها من انه الاعصار يعدي عليها بشيء من السلام، نظرا لمرونتها، نظرا لذلك. ومش بقول لك المقارنه دي هي مثلا الاقتصادات بتاعه اوروبا والاقتصادات بتاعه الاسواق الناشئه زي حالتنا، لكن وجب التنويه. احيانا كتير احجام الضخمه اكثر مما ينبغي. وبالمناسبه اي حد بجد درس اقتصاد عارف كده، انه احيانا تاتي لمرحله انه بتبقى المساله صعبه. في بعض اليابان زمان بالمناسبه خفضت الانتاج، ودت حوافز للناس عشان ما يقعدوش كتير في الشغل، لانه ده كان بيسبب بقى مشاكل عكسيه في الاقتصاد. دي قصه تانية نبقى نشرحها، لكن وده حقيقي يعني. لكن الاقتصاد المصري لظروف كثيره ولمجهودات اكتر تمكنه باذن ربنا سبحانه وتعالى، بشرط انه انا وانت نبقى مؤمنين بده ونشتغل على ده. نشتغل بالمعنى الحرفي لكلمة شغل، ان الموضوع يعدي. اشتغلنا هتعدي. من الاخر هي الروشتة كده، نعمل ايه؟ نشتغل. هنعدي الازمة ازاي؟ نشتغل. الاسعار تقل ازاي؟ نشتغل. اشتغلت انتجت صدرت الاسعار تتظبط. اشتغلت انتجت وفيت احتياجك المحلي الاسعار تتظبط. اشتغلت انتجت مرتبك يتظبط. بس كده سهلة، فيها اي فقاقة اطلاقا. فاصل ونكمل الكلام. جائزة البوكر العربي واحدة من الجوائز المعروفة جدا والمهمة جدا بالنسبة لكل الروائيين العرب. أعلنوا القائمة الطويلة، هم عندهم لونج ليست عندهم شورت ليست. اللونج ليست فيها تقريبا 5 أدباء وأديبات مصريين ومصريات. طيب ده طبعا لسنة 23 حتى لا يختلط الأمر على حد. طيب رواية الكل يقول أحبك أو أحبك، هنا هنسأل برضو عليها الكاتبة المصرية الدكتورة ماية التلمساني، ورواية أيام الشمس المشرقة للكاتبة المصرية ميرال الطحاوي، رواية عصور دانيال في مدينة الخيوط للكاتب المصري أحمد عبد اللطيف، ورواية الأنتك خانة للكاتب المصري أستاذ ناصر عراق، و وحشني جدا قد الدنيا بالمناسبة، رواية بار ليالينا للكاتب المصري أحمد الفخراني. خلونا ناخد معانا دكتور مية المساني الروائية وأستاذ الدراسات السينمائية في جامعة أوتاوا أو أوتوا الكندية. أهلا 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 بيك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام. دكتور مية وحدثنا من القاهرة. بسمع صوتك وبشوفك تاني. والله وأنا مبسوط، كنت لسه أقولك في كندا ولا في القاهرة؟ لا أنا في القاهرة. طيب عظيم، القاهرة إذن كده منورة بأهلها. كلميني عن الرواية أولا، المنطوق السليم أحبك ولا أحبك؟ لا ما أنا مخليها ملتبسة بقى شوية. ليه بقى؟ أحبك عشان ممكن راجل يقولها أو ست تقولها، والشخصيات نسائية أو رجالية بيقولوا الكلمة دي. كلنا بنقول كلمة أحبك. أيوه صح. طيب بس مش عارفة إذا كلنا نعنيها يعني.
نتمنى ان الكل يعنيها في الحالات الجيده يعني، يعني لما يبقى كده الزمن حالته حلوه نتمنى ان الكل يعني الكلمه ويبقى قادر على تحمل مسؤوليتها. الروايه بتدور فين؟ بتدور هنا ولا بتدور في المهجر؟ لا هي بتدور في كندا وفي امريكا، انما الشخصيات بتاعتها كلها شخصيات من اصول عربيه او مصريه، معظم الشخصيات مصريين بس في بعض الشخصيات من اصول سوريه او جزائريه او كده، وكلهم مربوطين ب يعني وطنهم الام. هي روايه يعني فعليا بتدور في امريكا الشماليه، انما كل الفلاش باك والذكريات اللي بتخص الشخصيات دي بتدور في مدن عربيه. طيب ده كلام عظيم جدا. هنا يجي سؤال تاني بالمناسبة، وعلى ذكر انه ايضا موجود في نفس الترشيحات بتاعة البوكر في اللونج ليست موجود اكتر من كاتب وكاتبة مصرية، ولكن ايضا من بينهم ميرال الطحاوي، وبرضو هي من لو صح التعبير نعتبرها برضو من روائيات المهجر. هل اقدر اوصف بانه اصبح في عندنا موجة ادب المهجر لدى الروائيين المصريين او في الرواية المصرية؟ طبعا عندنا موجة كبيرة ابتدت يمكن من أنا مهاجرة من 25 سنة، وفي أسماء كتيرة جدا من نفس الجيل اللي هو بيتسمى جيل التسعينيات. أيوه. موجود في أماكن متفرقة من أوروبا ومن أمريكا، ميرال في أمريكا، وفي عدد في يعني ياسر عبد اللطيف في كندا، أحمد يماني في مدريد، وهكذا يعني في أسماء كتيرة جدا عايشة بره مصر، إنما بتكتب باللغة العربية وبتنشر في مصر. طب دكتور مي، خليني هنا أسألك على مدى تأثير أدب المهجر على الرواية المصرية والرواية العربية. هو أنت عارف إحنا ابتدينا ما نقولش قوي كلمة المهجر زي ما كانت بتتقال ايام جبران خليل جبران مثلا وكده، لان العالم بقى قريه كبيره، يعني احنا حركتنا بقت يعني بسيطه بين الدول وبعضها، بنعبر الحدود ببساطه اكتر، بالذات اللي عنده باسبور كندي او امريكي. ف يعني فكره ان احنا بقينا بعيدين عن اوطاننا الام ما بقتش قاسية ومعقدة زي ما كانت زمان، ومربوطين بقى بالعالم ده كله بالتكنولوجيا. يعني السكايب وأدوات التواصل الاجتماعي وكذا بتقرب العلاقة بين الأفراد اللي عايشين خارج بلادهم وبين بلادهم الأصلية. طيب ممكن تبقى بتقرب العلاقات، هي مناقشة أكتر منها أسئلة بيني وبينك، لكن في نفس الوقت أعتقد أنه هي خلقت تأثير وجداني عند الأديب، عند الروائي، عند الكاتب. نلاحظها في أنه كتير في أدب، أنا لسه متمسك بكلمة المهجر، تلاقيها رصد لما يطلق عليه أحلام مجهضة، أو رصد لنوستالجيا الوطن الأم، ولا أنا غلطان؟ لا لا عندك حق تمام، هي فعلا الأحلام المجهضة. أنا عايز أقول في الأدب المصري بالذات هتلاقي حتى تاريخ الهجرة مش تاريخ مبني على مثلا إشكاليات ضخمة حصلت في مصر، طبعا في العموم، لكن في استثناءات لكل ده، إنما في العموم أنا مثلا هاجرت عشان أعمل الدكتوراه، مش بسبب حروب مثلا. لو قلنا كاتب لبناني أو سوري هيكون بسبب الحروب وهكذا. فبتظل فكرة إن كاتب اللي عايش خارج مصر مرتبط بمصر ومش حاسس بانه مطرود او انه ما يقدرش يرجع، كلنا بنرجع وكلنا عندنا علاقه مستمره بالبلد، بعضنا بيرجع مرتين في السنه. انما في النهايه في معاناه، لان احنا مربوطين قوي بالبلد وبنحب البلد بشكل محدش هيقدر يتخيله. يعني فعلا التفكير والشوق والمحبه إحساس الارتباط الوجداني والقيم والتفكير فيما يحدث داخل البلد، ده الشغل الشاغل بتاع كل الكتاب فيما أزعم يعني المصريين اللي عايشين بره مصر. فعندنا علاقة يعني حميمة جدا 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 بالوطن الأم، ومن هنا بتيجي
المعاناة اللي بنتكلم عنها في أعمالنا اللي بيسببها البعد، يعني هي علاقة حب عن بعد، إنما حب غير مشكوك فيه، حب أصيل يعني وحقيقي. ده كمان بيخلي إنه في هنا وده يمكن يبقى تأييدا بقى أو تعضيدا لوجهة النظر، إنه القدرة على الانتقال والعودة طول الوقت ما بين الوطن الأم والوطن الجديد أو الأرض الجديدة أصبحت سهلة وملموسة، وبالتالي ما بقاش في عندك هذه هقول إيه مسألة الحنين الدائم إلى الأرض، لكن على ما يبدو في انكسار ما، ولا ما فيش؟ لا، في طبعا كتير مننا كان يتمنى يكون في مصر. طبعا في بنستفيد من الحياة خارج مصر، أنا مثلا في حالتي مش عاوزة أتكلم باسم الكل، إنما في حالتي أنا كان عشان أعمل الدكتوراه كان لازم أطلع برا، كان لازم أبقى عندي أكسس لمكتبات كبيرة، أشوف طريقة أو نمط التفكير العلمي ازاي بيتطور، وعشان اعمل دكتوراه، وانت استضفتني قبل كده اتكلم عن موضوع الدكتوراه بتاعي اللي هو الحاره في السينما المصريه بالظبط لو تفتكر. طبعا فالنوع ده من الشغف اللي هو الشغف بالبحث العلمي وكده هو اللي بيخلينا عاوزين نطلع. الانكسار في حالتي انا هو انكسار لاني ما قدرتش يعني استقر في مصر على مدار ال 25 سنة اللي فاتوا، اشتغل في مكان بحبه، اربي ولادي بالشكل اللي انا اتمناه، المجتمع لسه بيناضل من اجل الحريات وكذا. فانا كنت حاسة انه يمكن مهم جدا بالنسبة لي ككاتبة ان انا انفتح على عوالم اخرى، لانه ده مهم للكتابة طبعا، ومهم للبحث العلمي، وفي نفس الوقت كنت أتمنى أنه أرجع لمصر واستقر فيه، وبتهيالي أنه ده هيحصل. هيحصل يعني حاجة مفروغ منها، أنه رغم الانكسار أو رغم المعاناة اللي الواحد شافها على مدار سنوات الهجرة، إلا أنه بيظل الحلم القائم بالعودة أكيد والاستقرار في مصر. وأنا أظن العودة باتت قريبة جدا، أنا بقيت بحس جداً. أن مصر ممكن تتحول إلى مهجر أيضا، ليه؟ مش بس العائدين إلى أراضيها مرة تانية، ممكن تتحول إلى مهجر لجنسيات وثقافات مختلفة يجوا عندنا مرة تانية زي ما جرى قبل كده. أشكرك جدا جدا دكتور مية المساني الروائية وأستاذ الدراسات السينمائية بجامعة أوتاوا الكندية والمرشحة في قائمة البوكر العربية. خلونا بقى نروح لمعرض الكتاب. يا سلام، معرض الكتاب ده واحد من أهم الاحتفاليات الثقافية اللي تخلي الواحد يبقى سعيد ومقبل على الحياة كده من وانا صغير جدا. يعني كان عمري قد إيه؟ 5-6 سنين. أمي عودتني إنها تاخدني معرض الكتاب باعتباره فسحة حقيقية بما تحمله الكلمة من معنى بالنسبة لنا يعني كأسرة. رايحين معرض الكتاب ده يعني احنا رايحين نستمتع بالأجنحة المختلفة وبالكتب المختلفة والكتب بالإنجليزي وباللغة العربية. وكان أسعدنا الحظ ان امنا علمتنا حلو حبتين، فكنا نتقن اللغتين حتى هذه اللحظه، فكنا نبقى مستمتعين جدا. طبعا بعد شويه اكتشفت ان انا كان لازم يبقى فرنساوي بتاعي احسن من كده بكتير، لكن مش دي المساله. فكنا نذهب الى معرض الكتاب رحله اسريه رائعه، كان ممكن نروحه مثلا ايه مرتين خلال المعرض. وكانت ميزانيتنا في معرض الكتاب تحديدا امنا تخليها ميزانيه مفتوحه، يقول لك اشتروا اللي انتوا عايزينه، اهم حاجه تقروه ما يتحطش على الرف. طيب تيجي وزارة الثقافة، أنا بشوف تقول لك الميزانية المفتوحة، تيجي وزارة الثقافة تقول يا جماعة إحنا عاوزين نشجع الناس أكتر على القراية، فهنعمل مجموعة أو هنعمل حزمة تخفيضات. حلوة حزمة دي؟ طيب حزمة تخفيضات حتى نشجع القارئ المصري على إنه يشتري، ما يتخضش من السعر. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور احمد بهي الدين رئيس الهيئه العامه للكتاب. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا اهلا بحضرتك. الحقيقه انا مستمتع جدا بالتقديم اللي حضرتك عملتها لمعرض الكتاب. كل سنه وحضرتك طيب، كل سنه ومصر بخير، كل سنه والثقافه المصريه بخير يا رب. دايما كل واحد مننا ليه ذكريات مع معرض الكتاب، هي ذكريات مشتركه وذكريات خاصه. كل اللي حضرتك قلته بتتقاسمه جميع الاسر المصريه بالفعل مع أبنائها في المعرض،
بالفعل دي الثقافه المصريه الحقيقيه. ده صحيح. طب هنا بقى بما انه في ذكريات عامه نشترك فيها جميعا وهناك ذكريات خاصه، الذكريات الخاصه بتاعه الدكتور احمد بهاي الدين في معرض الكتاب كانت ايه على سبيل المثال؟ ذكرياتي الحقيقه كانت اول سنه جيت فيها الجامعه، انا ابن محافظه كفر الشيخ وابن قريه في محافظه كفر الشيخ. عظيم. كنت اول سنه اجي فيها الجامعه، صادف الحظ ان انا كنت مقيم بجوار معرض القاهره الدولي للكتاب في ارض المعارض بمدينه نصر انذاك. والحقيقه صادف اني شفت معرض كتاب، كنت حريص على ان انا اقتني الكتب طبعا باعتباري ان انا نشات في بيت نصفه مكتبه حقيقه. وكان عندي شغف طول الوقت ان انا اشتري الكتب، وانا عايش في مكتبه تقريبا يعني. ايوه. مكتبه والدي الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. فبالتالي اول ما جيت كونت مكتبتي الشخصيه الكتب الكبرى من معرض الكتاب سنة 99. ونفس الأيام نفس الأجواء، كنا مقبلين على رمضان، لكن الحقيقة كل سنة المعرض له طبع خاص، له ذكريات. طول الوقت احنا مش بس قدام كرنفال ثقافي بقدر ما هو حدث بعد كده. ما كنتش أتوقع في يوم من الأيام ان انا اكون مشارك في المعرض ده ضمن فريق عمل، او ان انا اشوف كل الجهود اللي بتبذل، لان زائر المعرض حقيقه هو شايف بس قدامه المعرض، انما مش مدرك ابدا ان ده حدث قومي حقيقي فتضافر فيه كل جهات الدوله ومؤسساتها من اجل ان يليق بمصر، ان يليق بالرياده الثقافيه المصريه، ان يليق بالحضاره المصريه حقيقه. كنا نرى دوما يعني المعرض فقط، انما لا 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 يعني لا نشاهد ولا يعني او ندرك كل الجهود اللي بتبذل. لكن كمان الحقيقه لازم اشيد بـ 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 يعني بجهد مهم، وهو ان المعرض ياتي تحت رعايه سياده رئيس الجمهوريه، وهذه الرعايه تكسب المعرض قيمه وتكسبنا نحن كمان مسؤوليه من اجل ان يكون هذا المعرض يليق بالرياضه المصريه في كل هذه الظروف العالميه التي يمر بها العالم. عظيم جدا. طيب خليني اسال بالاسئله بعضها تقليدي كده، على سبيل المثال عدد العناوين اللي موجوده عندنا السنه دي. حضرتك بتتكلم عن الاف العناوين، عن ملايين النسخ الحقيقه. حلو. عندما يشارك 1047 دار نشر مصريه عربيه دوليه بانتاج ايضا جديد، وليس كل الانتاج هو يعني انتاج متراكم او انتاج قديم، ده بيعكس الثقة في المتلقي المصري، الثقة في الوعي الثقافي المصري، الثقة في الضمير الثقافي المصري. حلو قوي. السؤال اللي بعده، احنا قلنا كده عندنا آلاف العناوين بملايين النسخ و1047 دار، مش كده تقريبا؟ بالضبط. حلو قوي. ايه سر اختيار او السبب وراء اختيار صلاح جاهين شخصية المعرض؟ اسباب كثيرة. اولا ده أول اختيار لشاعر عامية مصري. أيوه. وهو شاعر موهوب بمواهب أخرى وليس الشعر فقط. شاعر عامية، يعني هذا انحياز هذا العام للعامية المصرية، ولكن هذا الانحياز لا يعني أبدا الانفصام عن أو الانفصال عن الهوية العربية، بالعكس العامية المصرية واحدة من اللهجات العربية، بالإضافة إلى كون العامية المصرية وعاء وبوتقة للغة المصرية القديمة، هي حاملة تراث، حاملة هوية، حاملة ثقافة. هذه اللهجة يعني كانت تمثل وما زالت تمثل واحدة من القوى الناعمة المصرية التي يفهمها كل العرب جميعا ويمكن لهم أن يتحدثوا بها، وكل يعني حضرتك تدرك ذلك جيدا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هو إيلاء الاهتمام مرة أخرى إلى كل المبدعين المصريين على اختلاف تنوعاتهم. أيوة. معرض الكتاب كان يختار الإبداع السردي والفكري والروائي وعلم المصريات كسليم حسن وغيرهم. أيوة. كثيرين. والحقيقة القائمة المصرية لن تستطيع سنوات كثيرة أن تفي بها. نحن لدينا آلاف من المبدعين الذين يستحقون أن يتم الاحتفاء بهم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى كان هدف مهم جدا أن يكون شعار المعرض له ارتباط بالركيزة الحضارية المصرية. عندما نقول على اسم مصر، نعم هذا مطلع قصيدة لصلاح جاهين، لكن تكملة شعار المعرض هذا العام معا نقرأ نفكر نبدع، ومعا أي جميعا
العالم كله على اسم مصر في هذه الدورة يقرأ، فإذا قرأ سيفكر، فإذا فكر سيفتح. طب ده كلام جميل جدا. فاكر حضرتك كان في أغنية مصريتنا وطنيتنا حماها الله، أظن كانت كان يغنيها، لا مش أظن، أنا متأكد كان طبعا. الله يديله صحة رب محمد ثروت نجمنا العظيم والكبير. هنا يمكن هبدل حاجة، مصريتنا عميتنا حماها الله، هل عندنا ندوات شعرية لكبار شعراء العامية المصرية؟ احنا عندنا قامات مذهلة، عندنا فؤاد حداد، عندنا العظيم أحمد فؤاد نجم، عندنا طبعا العظيم صلاح جاهين وهو شخصية المعرض، عندنا سيد حجاب وهكذا، هل عندنا ندوات كتير عن شعراء العامية المصرية؟ العامية والفصحى بتنوعاتها، شعراء مصريين، شعراء عرب إلى آخره، لدينا صالون، يعني لدينا صالون شعري متسع طوال فترة المعرض لكافة الأصوات الشعرية على اختلاف تنوعاتها. طيب ده كلام جميل برضه. وده احتواء، وهذا المعرض هذا العام منصة تفاعلية للتفاعل الحقيقي للثقافة. بما أن الدكتور أحمد باهي الدين في معرض حديث وتحدث عن موسوعة سليم حسن، في نسخة مخفضة السعر لموسوعة سليم حسن ونسخة أكثر ما يعني مطروحة لقراءات الأطفال؟ الأطفال أنا مش عايز أفاجئ الناس بالأسعار، يعني في كتب للأطفال وكوميكس مهمة جدا تمنها 10 جنيه. حلو. وطباعة فاخرة. حلو. سليم حسن أنا مش عايز أقول سعرها لكن عليها تخفيض كويس جدا، وهي طباعة فاخرة أيضا بسعر التكلفة، ويعني تضاهي أسعار لو هي موجودة في أي دار نشر أخرى غير الهيئة المصرية العامة للكتاب، ممكن يبقى 4 أضعاف هذا الرقم الذي تباع به. ما دي هيئتنا بتاعت الغلابة. نعم، دي هيئتنا بتاعت الغلابة يا فندم، اللي عايزانا نقرأ. الثقافة في مصر ملك للجميع. الله أكبر، هو ده الكلام. طيب يعني هنلاقي تخفيضات تتراوح في نسبها من قد إيه لقد إيه يا دكتور؟ ولو أنا قلت إن يعني لو الدكتور أحمد بهاء الدين قال لي النسبة، فهقول له النسبة دي مقارنة بإمتى؟ بالسوق دلوقتي ولا بقبل الحرب؟ ما احنا بنقيس كل حاجة دلوقتي على الحرب للأسف. وحتى لو كانت هذه النسب موجودة قبل الحرب، فالحفاظ على هذه النسب في هذا التوقيت يؤكد ما قلته لحضرتك، أن هذا أمر لا جدال فيه، أن تكون الثقافة ملك للجميع بإذن الله. دكتور، نسب في الهيئة المصرية العامة للكتاب، أيوة، أصول الثقافة، كتب مخفضة، مبادرات من الناشرين، من اتحاد الناشرين المصريين، اتحاد الناشرين العرب، تتراوح من 30% ل 50%، وأحيانا هتصل ل 70%. الله أكبر، هو ده الكلام، فرحني أكتر وأكتر. دكتور أحمد، وقتك يفضى والمعرض يتحرك كده كام يوم، واستأذنك تنورنا بقى. يشرفني يا فندم. لا ده انا اللي هتشرف يا دكتور، كل الشكر ليك. الدكتور احمد بهي الدين رئيس الهيئه العامه للكتاب. هستأذنكم هنروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل عايزين نتكلم على حاجه مهمه جدا. في يا جماعه هيئه اسمها هيئه تمويل العلوم والتكنولوجيا، طبعا في وزاره البحث العلمي والتعليم العالي. طيب تعالوا نقعد نفكر ايه هي الهيئة دي ودورها ايه وبتعمل ايه. تمويل العلوم والتكنولوجيا ده شيء عظيم. يكون معانا بعد الفاصل دكتور ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي، حديث اعتقد انه مبهر، استنونا لو سمحتوا. الكلام ده كلام بقى مهم جدا قوي خالص. كلامنا مع دكتور ولاء شتا رئيس هيئه تمويل، خد بالك، العلوم والتكنولوجيا بوزاره التعليم العالي. منورنا اولا يا دكتور. الله يخليك. ازاي الصحه؟ الحقيقه الحمد لله بخير، يعني انا بشكرك على الفرصه الجميله دي. يا رب يخليك يا دكتور. وان شاء الله تبقى يعني لقاء مفيد نعرف فيه الهيئه وانشطتها، وتبقى يعني فقرة كويسة. واحنا بنتكلم حتى قبل الفقرة على طول قلت لي الكلام مع الدكتورة مي التلمساني كان لي مدخل آخر كمان عند حضرتك، أنكم بتشوفوا علماء كتير من اللي موجودين واللي يمكن مشوا من مصر في السبعينيات كتير منهم عاوز يرجع. الحقيقة يعني بعد كبير من مهم جدا لمصر إن احنا عندنا مصريين علماء في معظم التخصصات العلمية
في أماكن مرموقة جدا، وقت ما بنعوز نطلب منهم أي استشارة أو أي حاجة يقدموها للبلد بتلاقيهم فورا موجودين. فترة الأجازات بتاعت أعياد رأس السنة الحقيقة كان عدد كبير منهم موجود، هم في أجازة بس بتلاقيهم في كل جامعات مصر في محاضرات، بيجوا يزورونا يقدموا لنا كل جديد هم شايفينه. فده الحقيقة لازم الواحد يشكرهم يعني، وده فعلا بعد في مصر مش هتلاقيه في دول كتير. هو فعلا مش هنلاقيه في دول كتير قوي، ولانه العقول المصرية اللي موجودة فعلا برا عقول شديدة التميز والتفوق. يعني انا كنت حتى بتكلم مع بعض علمائنا ويمكن حتى اللي عملوا الواي فاي، يعني احنا بنتكلم على اتنين مصريين، فحتى كنا بنتكلم في التليفون فقال لي جملة بقى لطيفة جدا، قال لي بالمناسبة هو أهم عالم روبوتكس في الولايات المتحدة الأمريكية ويكاد يكون أهم عالم في الروبوتكس في العالم ده مصري. فضحكت قلت له معقولة؟ قال لي معقول جدا، لأنه المصريين موجودين في أكتر من معهد ومن كلية تكنولوجية وعلمية على شتى أنواع وصنوف العلوم. لكن هرجع هنا بقى على الهيئة، أنا أول مرة أعرف إن إحنا عندنا هيئة بهذا النوع تمول العلوم والتكنولوجيا، فهمني أكتر يا دكتور. خليني أرجع بيك بس خطوة، إن الهيئة دي بتتعامل مع مين؟ بتتعامل مع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر. حلو. منظومة يعني ليها عراقة، يعني من فترة كبيرة العلم والتعليم في مصر يعني ليه بعد كبير، بدليل الخريجين اللي احنا بنشوفهم والعلماء اللي احنا لسه بنتكلم عليهم. المنظومة دي فيها جامعات، وده جزء كبير البنية التحتية، فيها أهم جزء القاعدة، العلماء المصريين اللي موجودين جوا مصر، الباحثين المصريين، الطلبة المصريين، وده جزء مهم جدا، ده المخرج بتاع هذه الجامعات من البرامج بتاعتها. ففي طلبة في مصر ممكن نستعين بيهم ويشتغلوا كويس جدا في البحث العلمي وعندهم يعني الشغف للعلم، وفي نفس الوقت يعني بيطلعوا منتجات أو بيكملوا رسائل بتاعتهم بشكل في تفوق وفي ابتكار كبير. كويس؟ حلو جدا. الجزء الأهم من كده كمان إتاحة المعارف المختلفة، الأبحاث العالمية، إتاحة الأدوات اللي بيحللوا بيها البيانات. العلم دلوقتي أصبح صعب، الأجهزة معقدة، فتوفير الحاجات دي كلها الدولة الحقيقة بتنفق عليه بشكل كبير جدا. وزي ما احنا شايفين عدد الجامعات في مصر شكله إيه، عدد الجامعات الجديدة سواء جامعات أهلية سواء جامعات تكنولوجية، ودي كانت فجوة في مصر، الجامعات الخريج اللي هتعامل مع التكنولوجيا، الفجوة ديت خلاص ابتدى يبقى في مجموعة جامعات هيطلعوا خريجين خلال سنة أو سنتين يعني يتعاملوا مع الجزئية ديت. في جامعات أفرع لجامعات أجنبية، وده مهم، الاحتكاك الدولي، جامعات خاصة. الحقيقة المنظومة دي محتاجة تمويل مختلف. التمويل الكبير اللي راح للبنية الأساسية لازم يبقى فيه تمويل جديد اسمه تمويل تنافسي. هو مش تمويل جديد، تمويل بآليات جديدة. الهيئة دي أنشئت في 2008 كصندوق لتمويل العلوم والتنمية التكنولوجية. الحياة تطورت، عملت مجموعة من البرامج الكبيرة، وفي إطار الفترة العشر سنين الأخرين أو خمس سنين الأخرانيين كان في إعادة ترتيب لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي. الصندوق ده اتقلب هيئة وطلع له قانون خاص، قانون في حوافز كتيرة جدا لدعم البحث العلمي، في آليات. انت عارف حضرتك الحركية بتاعت العلوم يعني بتبقى بشكل سريع جدا، الآليات اللي في القوانين العادية اللي بتحكمها ديت ما ينفعش انها تطبق على مشروعات بحثية وعلى باحثين. فجزء مهم جدا ان انا ابقى متحرك مع السرعة اللي بيتغير بيها آليات العلم دي. فالهيئة طلع لها قانون مخصوص يساعد على كده. بالتوازي طلع قانون تاني اسمه حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، يقدم مجموعة من الحوافز كمان تمكن الباحث ان هو يستفيد من الشغل بتاعه والاختراعات او الابتكارات اللي هو بينفذها. حلو. فالهيئة بتقوم بالتمويل التنافسي. كويس؟ okay. التمويل التنافسي ده مبني على ايه؟ مبني على استراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 في مسارات مختلفة فيها.
كان مسار إصلاح تشريعي، وده كان نتاجه إنشاء الهيئة. في مسار إنتاج المعرفة، مسار توطين التكنولوجيا، الحقيقة مسار بناء الإنسان المصري، أو جزء من الأنشطة اللي موجودة في المسارات دي بناء الإنسان المصري أو العالم المصري. الحقيقة التمويل اللي احنا محتاجينه للكلام ده لازم يتم بشكل تنافسي بيغطي كل الجمهورية، كل الجامعات، كل الباحثين اللي موجودين. فبنعمل مبادرات، المبادرات دي فيها أولوية أو أولويات الخطة المصرية أو الاستراتيجية المصرية. أمثلة كده مثلا زي ما قلت الأجهزة العلمية، أجهزة بقت معقدة، بقت يعني باهظة الثمن. تشغيلها محتاج تدريب كبير جدا ومتخصصين على آلية التشغيل نفسها، طريقة التشغيل، وده يمكن بيختلف. مش لازم الباحث هو اللي يقعد يشغل بنفسه، لا، بيبقى فيه متخصصين عشان يطلعوا أفضل، يعني يعملوا يطبقوا التجارب بأفضل طرق. الهيئة هنا بتخش أو بتتدخل إن هي تبني مراكز تميز في الجامعات المصرية عن طريق نداءات ومبادرات. يمكن كان آخرها من الأسبوع اللي قبل اللي فات وزعنا مجموعة من العقود لتطوير مراكز بحثية مصرية في تخصصات دقيقة جدا. يعني لو حدي لحضرتك مثال مثلا في تخصصات مثلا الإلكترونيات الدقيقة، المستشعرات الصغيرة اللي بتنتج، بينتجوا يعني مستشعر في مساحة أقل من مساحة الشعرة، واحد على 200. من الأجهزة دي موجودة في أحد الجامعات، الجامعة المصرية اليابانية، من الناس اللي فازوا بمشروع ده. هينعكس على الصناعة، هينعكس على الباحثين مش هناك بس، هينعكس على الباحثين في كل مصر. جامعات زي جامعة دمياط عندهم مركز تميز كبير في الصناعات النسجية. طبعا المركز القومي للبحوث، طبعا جامعة عين شمس، واخدين مركز يعني على مستوى مصر كلها في 13 مركز بيتم دعمهم بأحدث التجهيزات اللي تساعد الباحث ان هو يعني يقوم بالبحث بتاعه وعلى أعلى مستوى ويطلع له أحسن أفضل نتائج يقدر يبني عليها. حلو جدا. طب أنا أستأذن حضرتك، هطلع فاصل سريع جدا وهرجع بعد الفاصل. أنا عايز أفهم مين هم اللي يبقوا معنيين بالتمويل المقدم من الهيئة، وإزاي يقدروا يتقدموا لده. يعني لو افترضنا أن يوسف عنده أبحاث ما وعاوز يبقى في عنده معمل يقدر يشتغل فيه على أبحاثه أيا كان نوع البحث، هعمل إيه وهروح إزاي، والأحجام التمويلية ممكن تصل إلى أي مدى؟ أستأذن في فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور ولاء شتا، وأعتقد ده كلام مهم جدا لولي الأمر وللطالب وللباحث الحالي بالمناسبة. يعني استنونا بعد الفاصل. طيب خلونا نرحب وبشدة بالمناسبة بدكتور ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي. هتقولي بشدة، هقولك بشدة لأن أنا راجل أقدر العلماء بشكل عام، وبشدة لأنه الدور اللي بيقوم بيه دكتور ولاء وفريقه والهيئة ده دور محوري شديد الأهمية في تطوير بنيتنا التكنولوجية والعلمية في مصر. وأنا متأكد أن أنا في دي مش غلطان، يعني عادة بقول للضيف ولا أنا غلطان؟ لا أنا مش غلطان. ليه؟ لأنه أن أنا أشجع ومول البحث العلمي ده أهم حاجة لأي شعب ولأي وطن حتى يرتقي ويترقى في كل مناحيه ونواحيه. سؤال بقى، مين المعني بهذا التمويل ويحصل عليه ازاي واحجامه تصل الى اي مدى؟ هو الحقيقه الجزء الرئيسي اللي معني بيه اللي احنا قلنا القاعده اللي هو العلماء المصريين والباحثين. حلو. البحث العلمي دلوقتي اهم فيه حاجه تشاركيه، وانه يبقى جماعي مش فردي. كويس. انك انت تجمع مجموعه من العلماء في اماكن مختلفه في مصر، هتجمعهم ازاي الا اذا اعطيت تمويل وهم كانوا منافسين ويجتمعوا عشان يعملوا حاجه لمصر، فريق بحثي. ففي اليات بقى مختلفه
بتشجع الفرق بحثية مختلفة، التمويل يعني بيبتدي في بعض المشروعات أرقام لمشروع ماجستير رسائل دكتوراه في حدود 350,000 جنيه. لكن احنا بنعمل معمل وطني للفيروسات كسبته يمكن يعني في بعض الملاحظات بيستكملوا، لكن هيروح يتبنى فين؟ هيتبنى في جامعة أسيوط في صعيد مصر. أول فرع هيتفتح للهيئة برا القاهرة هيبقى في الصعيد مصر في أسيوط. الحقيقة التواصل ما بين الجامعات، وجود معمل وطني يشتغل فيه ناس من مصر، من القاهرة أو من اسكندرية أو حتى من السويس، من أي مكان، ده هدف مهم، ده جزء مهم من الدور اللي بتقوم بيه الهيئة. أولا جزء منه تفتيت اللامركزية بالظبط، والحاجة التانية أنه يحصل التعاون والتشابك ما بين الفرق البحثية وبعضها البعض. الحقيقة ونقل المعرفة ده دور مهم جدا، ده دور مهم. وبالمناسبة المعمل ده نزل الإعلان بتاعه تنافسي وتقدم مقترحات بحثية وشارك علماء من بره مصر، مصريين بالخارج، في تقييمه وتقديم نصايح للمشروعات اللي هي كانت شورت ليستد اللي في القائمة القصيرة اللي احنا اخترنا منهم. وده مهم جدا، هيبقى فيه مشاركة ومكان يقدر يجي فيه علماء من الخارج، وفي خطة في الهيئة ان يبقى فيه دايما تواصل مع علماء مصر في الخارج في التخصص ده. جزء مهم تاني ان المعني كمان الباحث المصري في اتفاقية، احنا بنروح دايما بنمشي بشكل مؤسسي. في الصحة رحنا وزارة الصحة وعندنا الجامعات المصرية وكليات الطب، وعملنا اتفاقية مع وزارة الصحة شفنا فيها ايه أولويات الصحة في مصر، الأولويات اللي احنا محتاجين نشتغل عليها. عندهم في استراتيجية بتاعت الصحة الواحدة One Health، ليهم أولويات فيها وبيشارك فيها أكتر من وزارة. عملنا اتفاقية معاهم، وفي خبراء الهيئة من جوه مصر برضو ومن بره مصر درسوا إيه الأولويات دي، نحققها إزاي وإيه الخطوات، ونزلنا في مبادرة مفتوحة لغاية دلوقتي لأي حد في يقدر يقدم المقترح البحثي بتاعه. المقترح ده بيوصل للهيئة وبيتم تقييمه كويس. وتقييم المقترح ده مش معناه تقييم الباحث، تمام؟ يعني في باحثين كبار جدا ممكن البحث المقترح ده مش بيجي بيحقق الأهداف اللي احنا حاطينها في المبادرة. أوكي. بالشكل المباشر. فالبحث نفسه بناخد حاجات ليها أولويات أكبر، ودي التنافسية بقى. ففي معدل القبول عندنا بيوصل في بعض الحاجات ل 30%، ده معدل كبير، لكن في العلوم الأساسية مثلا بيبقى في حدود 5%، وده معدل برضو تمويل مؤسسات شبيهة في العالم. علوم الأساسية ده برضو جزء مهم لازم تصرف عليه الحكومة. أقسام الرياضة، الفيزياء، الكيمياء بيشتغلوا أبحاث علوم أساسية، وإحنا متميزين في النوع ده من الأبحاث. كنا طول عمرنا من فترات كبيرة الدكتور مشرفة وغيره من العلماء يعني، أو الباحثين حتى اللي طلعوا برا مصر. الآلية اللي بنمول بيها الأبحاث بالشكل ده أو الأبحاث اللي هي البحوث الأساسية، آليات يعني جديدة كان لا يمكن نعملها إلا بعد صدور القانون في 2019. وفي نفس الوقت بنبني بيها مدرسة علمية. الأستاذ المصري بيبقى معاه مجموعة من الطلبة وبينقل المعرفة ليهم، وهكذا بيبقى فيه مدارس علمية مختلفة زي اللي بنشوفها في كل الجامعات. فالحقيقة المعني إن الباحث من أول الطالب بيوجه له برامج لغاية الأستاذ الخبير أو العالم الكبير، الخبراء الموجودين في كل المراكز البحثية المصرية الحقيقة يعني ليهم رانك في كل ليهم يعني مستوى تصنيف في كل المعايير التصنيف العالمية. دولت الحقيقة من المستفيدين اللي احنا بنعمل ايه، بناخد منهم كمان خبرتهم وبنعمل النداءات بتاعتنا بما يتناسب مع أولويات الدولة ونطرحها
فيقدم فيها الباحثين للحصول على التمويل. الهيئة يعني في يعني خلال فترة بعد إنشاء القانون في حوالي 900 مشروع بحثي شغال دلوقتي بتشرف عليهم وبتمولهم الهيئة. هل في قانون الهيئة ما يسمح بالتعاون مع القطاع الخاص ما بين قوسين إذا وجد؟ يعني إذا وجد دي إن إحنا عندنا قطاع خاص كتير، لكن وجد إنه يبقى قطاع خاص صناعي معني بالتطور بجد، معني بتطوير التكنولوجيا، ده اللي بيحصل بره. هم بره الصناعيين اللي بجد اللي عليهم القيمة كده وفاهمين يعني إيه إنه يمول بحث علمي، فبيروح للمعاهد العلمية والجامعات الكبرى يقول لهم أنا مستعد لتقديم منحة علشان معمل كذا وكذا وكذا. هل إحنا في الهيئة عندنا في القانون بتاع الهيئة ما يسمح بهذا الشكل من أشكال التعاون؟ يعني إحنا بنسمح بتمويل بحث علمي جوه مؤسسات صناعية. ده بيسمح القانون، بيسمح لنا بان احنا ننشئ شركات مبنيه على التكنولوجي اللي طالع من باحثين مصريين. يعني في كثير من لسه من الفرص اللي موجوده ومن الابواب اللي بنفتحها بشكل يعني متوالي. ده بيساعد على التواصل ما بين البحث العلمي، وفي آليات معروفه في رياده الاعمال والشركات الناشئه، وفي آليات كثيرة. يعني لو مثلا يوسف مثلا عنده مصنع عربيات، مصنع اسمنت مثلا، او اخليها اسمنت عربي ايا كان، فاني قال قلبت على طول صعيد، فانا هروح على ذكر جماعه الفرع الجديد، يعني هروح للهيئه اقول لهم يا جماعه انا عايز امول معمل كبير لابحاث مواد البناء، وانا استطيع ان انا اقدم لحضراتكم مثلا 10 مليون دولار مبدئيا. يا سلام لو حد عمل كده. هو الحقيقه يعني خلينا نقول ان المنظومه المتكامله، يعني عجله البحث العلمي في مصر يعني بتسير بشكل جيد. احنا لو نشوف التصنيفات، صحيح في مؤشرات مختلفه، لما نتكلم فيما يخص البحث العلمي هنلاقي ان احنا تصنيفنا في النشر العلمي مثلا احنا في المرتبه 26، ومتوقع خلال السنه دي نبقى اعلى من كده، ممكن 23. فاحنا في منتج بيطلع بيتنشر بحث علمي، ففي عجله البحث العلمي بما فيها من باحثين وتجهيزات بتسير بشكل معقول. العجله دي لازم ترتبط بيها مجموعه من الاليات الاخرى اللي تساعد على ان الصناعه تثق في المنظومة اللي بتربط البحث العلمي مع الصناعة. وده هنا في كل دول العالم بيبقى فيه تدخل من الدولة في الأول حتى في البداية طبعا، وده اللي احنا بنحاول نعمله. ويمكن في مبادرات قريب بتتجهز عن نقل التكنولوجيا، وده جزء مكلف جدا، لازم يبقى فيه تدخل من الدولة وهيتم بشكل تنافسي. ويمكن في اتفاقيه لسه يعني ان شاء الله قريبا هتوقع مع دوله البرتغال في حاجات هم متخصصين فيها، ممكن نتعامل معاهم في نقل التكنولوجيا وعمل مراكز لنقل التكنولوجيا دي في مصر. ده هيربط الصناعه، لان هي الشريك اللي موجود معانا الصناعه طبعا. الشريك اللي بيتفاوض معانا وبيتكلم معانا على احتياجاته هو الصناعه. فالحقيقة احنا الجزء ده مهم جدا، واحنا بنحاول نتدخل فيه. الحقيقة يعني احنا في مرحلة فيها تغيرات كثيرة جدا. الأهم فيها ان احنا يبقى فيه ربط ومنتج او ابتكار طبعا، يبقى فيه منتج لمخرجات البحث العلمي دي ليها قيمة اقتصادية طبعا، ده طبيعة الحال. وده بيتحرك بشكل يعني بيتحرك بشكل محتاج محفزات اكتر. ده اللي احنا بنشتغل عليه، وده مش وزاره التعليم العالي والبحث العلمي بس المفروض بتشتغل فيه، بتشتغل فيه معظم القطاعات اللي المعنيه بالصناعه والتجاره. وتلاقي دايما المؤشرات دي بتطلب مننا في كل حته في العالم. ده شيء كلام رائع الى ابعد الحدود، واعتقد انه هيستأنف اكتر من مره في هذا الحديث.
الشخص. داهمنا الوقت على رأي اسمهم ايه. فخليني اشكر حضرتك الاول يا دكتور، كل الشكر ليك يا دكتور ولاء، شكرا على هذا الجهد المبذول، وشكرا على ان اديت لنا يعني جزء من وقتك الثمين في هذه الحلقه وفي اخر الليل، يعني باعتبار ان احنا بنخلص متاخر. فاشكرك جدا 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 على قبول الاستضافه، كل الشكر ليك يا فندم. انا بشكر حضرتك على الفرصه الجميله دي. لا ده احنا الشكر بجد يعني. كل الشكر لدكتور ولاء شتا، رئيس هيئه تمويل العلوم والتكنولوجيا بوزاره التعليم العالي. البحث العلمي والتكنولوجيا هم اهم ثروه موجوده في العالم، ومن اكثر الناس اللي تمتلك هذه الثروات العقليه تحديدا ان لم يكن اكثرها، مش من اكثرها، فهي مصر. واكبر مصدر للعقول والباحثين في العالم هي مصر. العقول اهم من الاموال لو علمتم. خلصت الحلقه لحد كده، وثواني هيكون موجود معاكم برنامجنا رقم 10 وزميل العزيز رجائي رمزي. اما احنا فلو كلنا العمر نقابلكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.